السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طالع للصيد وبمكان جديد لأول مرة أروح ليه. طبعا المكان كلش بعيد وبي شوية خطورة. هذا المكان قريب عن اللطيفية ويذب مباشرة بالنهر الثالث، نهر المالح. إن شاء الله راح أنصب بي شباك تسيع وحشيري ونشوف رزقنا بيه. انا بصراحة المكان عجبني كلش، يعني كلش عاجبني، بس هو بعيد، يعني بعيد حيل بعيد عني. الواحد لازم يسعى ورا رزقه حتى لو المكان بعيد وحتى لو بيها شوية مجازفة. بسم الله. هذا الشبيت شعشيري والخيط 18. هذا مكان جديد، أول مرة أنصب. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شوف العمق مالته، شوف العمق مالته. وهذا شوفه بيصير. Thank you.
على الصيد خلاص ان شاء الله، ما شاء الله خير من الله.